ما الذي يجري؟ ماذا حصل؟ ماذا هناك؟ لا أدري طبعا. ماذا تنتظران؟ افتح الباب هيا. فاضل، مولاي ماذا حدث؟ ما الذي حصل؟ لم أستطع لحظة واحدة أن أتخلص من التفكير بما قلته لي. طبعا كنت أعلم أن اقتراحك سليم جدا وهو في صالحنا. شعرت أن شيئا ما ينقصه. شعرت أن المجيء بعلي بن موسى الرضا إلى مدينة مارو لا يكفي لوحده أبدا، لكنني لم أجد ضالتي. عانيت ساعات من الأرق وفكرت بالقضية برمتها حتى وجدتها في النهاية، وقد أفرحني ذلك ولم أقوى على الانتظار. ففكرت بالمجيء لأطلعك على مسألة تجاهلتها. لا يمكننا أن نقنع فقط بمجيء علي بن موسى الرضا إلى مدينة مارو، بل علينا أن نكسب ود كافة أبناء عمومته أيضا. يجب أن نغتنم هذه الفرصة المناسبة ونمد يد الصداقة إلى كل الطالبيين. أيها الأمير المعظم، إن نحن مددنا يد الصداقة إلى كل الطالبيين سيعكس ذلك ضعفنا وعجزنا. لم تفهمني يا فاضل. افترض أن يكون لعلي بن موسى الرضا منصب أو مقام رسمي في حكومتنا، ماذا يحصل حينها؟ هل سيجرؤ الطالبيون على إثارة الفتن والغوغاء؟ ماذا يهدفون من إثارتها؟ أعلى مقام لهم منا، من حكومتنا. ومن هنا نكون قد حققنا هدفين: سنكون في مأمن من احتمال ثورته، وسنجبر الطالبيين على التزام الصمت إلى الأبد. إن كان قصدك أن يكون مستشارا يا مولاي فقد سبق وقلتها. قصدي أن يكون أعلى من مستشار. أتريده أن يتسلم وزارتي يا سيدي؟ علي بن موسى الرضا رجل عابد وزاهد، ولن يقبل أبدا بوزارتك تلك. كنت أقصد مقاما أعلى من الوزارة. هل تفكر في أن تمنحه الخلافة؟ لا يا فاضل، أريد فقط تعيينه وليا للعهد من بعدي. وليا للعهد؟ إن علي بن موسى الرضا يكبرك بأعوام كثيرة، ماذا تعني ولاية العهد له؟ ليس مهما وصوله يوما إلى الخلافة، المهم عندي فقط هو أن يقبل. كلا، لا يمكن القبول بعمل كهذا. ماذا ستفعل مع بني العباس؟ رجل من الطالبيين ولي للعهد العباسي؟ ولكن يا فاضل، هل يمكن لنا القبول من قراض بني العباس إلى الأبد وخروجهم من الساحة السياسية؟ لقد أقلقتني، ما الذي حصل؟ كان بإمكان انتظار طلوع الفجر، لكنني رجحت إحضارك إلى هنا ليلا لتدرك أهمية هذا الأمر، وفي الوقت ذاته لتجهز نفسك للذهاب على الفور في رحلة طويلة. رحلة؟ هل أنا أمام رحلة الأبدية؟ كنت سافرت إلى المدينة في عهد هارون، صحيح؟ صحيح. سمعت أنك في تلك الرحلة حملت على الطالبيين بشدة وقتلت عددا كبيرا منهم واستوليت على أموالهم وأملاكهم. كان ذلك بأمر من أبيكم. هل رأيت علي بن موسى الرضا؟ أجل، رأيته. وكيف كان؟ بسيطا يا مولاي،
بسيطا جدا، كان يرتدي ثيابا متواضعة. أنا لم أسألك عن ثيابه، كيف كانت أخلاقه؟ كيف بدلك؟ التقيته مرة واحدة، كنا مكلفين بالاستيلاء على ذهب وحلي نساء الطالبيين، وكنا أينما وصلنا نلجأ إلى القوة. أما علي بن موسى الرضا فقد كان يقف عند بابه قاطعا الطريق أمامنا. كيف كان يقطع الطريق أمامهم؟ هل كان شاهرا سيفا؟ أتقول سيفا؟ لا، لم يحمل سيفا أبدا، لكنه لم يسمح بمرور الرجال إلى داخل الدار مهما كلف الأمر. كيف لم يسمح بذلك؟ أعتقد أنه كان يرمق الرجال. كان يرمقهم؟ طبعا لا أتذكر التفاصيل الآن، ولماذا لم يعبر جنودنا إلى داخل الدار متجاوزين صده لهم. وماذا عنك؟ أنت هل مررت؟ أنا يا مولاي كنت خائفا من أن يؤلب أدنى تعرض له الناس علينا فيصعب تنفيذ المهمة. لقد اخترتك أنت لأنك رجل عاقل ومتحدث ومن أهل التدبير أيضا. يود الأمير من خلال هذه الخطوة لمرة واحدة وإلى الأبد إنهاء حالة العداء بين آل علي وآل العباس، ومن هنا يجب الابتعاد عن العنف نهائيا. يجب أن تصحب علي بن موسى الرضا إلى مرو بكل عزة واحترام، وكل المسؤولية تقع على عاتقك. حسنا يا فضل، أنا موافق. جيد. لا أفهم فقط دور عيسى الجلودي في ذلك، فأهل المدينة يكنون له عداء قديما، فوجوده معنا سيصعب من أمر مهمتي. على العكس تماما، إنه كسيف لم يسحب حتى الآن من غمده، لكن وجوده معكم ضروري. إن وجوده رسالة من قبل الخليفة إلى أهل المدينة جمعاء. تتوجه غدا صباحا إلى المدينة برفقة عدد من الجنود، وتصحب علي بن موسى رضا بعزة واحترام من المدينة إلى مارو. سمعا وطاعة، وثق بأنني سأنفذ المهمة على أحسن وجه. لا مسؤولية على عاتقك، بل هي مسؤولية رجاء ابن الضحاك. سيكون لك حضور فقط، لا تتكلم ولا تفعل شيئا، ودع المسؤولية كلها على عاتقه. سمعا وطاعة. أريد منك فقط أن يشعر أهل المدينة بحضورك لا غير. عمرو، مسؤوليتك توفير الحماية لأبي الحسن، يجب أن لا يطاله أي مكروه مهما كلف الأمر، وعليك مراقبته ليلا نهارا. وتذكر ربما حاولت مجموعتان اغتياله، مجموعة من الطالبيين الرافضين لهذا التقارب، ومجموعة من أنصار بني العباس الذين يرون في ذلك خلافا لمصلحتهم. أنا حاضر. حسنا، رافقتكما السلامة. رجاء. إياك الكوفة وقم، وابتعد عن كل مراكز تجمع الطالبيين المنتشرين هناك، واسلك فقط طريق البصرة والأهواز وفارس لتصل إلى مرو. حسنا، أنا أنتظر، تكلمي. عما أتكلم؟ ثمة مسألة تشغل بالك، إذا تكلمي. بماذا تفكرين؟ هل أنت قلقة من عواقب هذه الخطوة؟ لا. ماذا إذن؟ أنت الشيطان بذاته وأنا أعرفك، ماذا يدور في رأسك الآن؟ ما كان يجب أن تسمح للمأمون باتخاذ قرار مهم كهذا من دون أن يستشيرك، فاستقلاله ليس من صالحك. Thank you.
عمرو، ماذا تفعل؟ لما تجلس؟ انهض بسرعة، علينا الذهاب. يستحسن أن تذهب أنت، لا تبقى في انتظاري. ماذا جرى لك؟ انظر، إنها تريد مرافقتي. ليس ثمة حرب، لما لا أرافقك؟ أسمعتها؟ دعني أكلمها بنفسي. السلام على من اتبع الهدى. وعليكم السلام يا ابن رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا هناك؟ لا شيء، كعادته يتحدث دائما أبو الحسن إلى الناس. ولكن هذا ليس بالأمر الجديد، تبدو قلقا. قلقاً؟ أجل، إنني قلق. لما هذا القول؟ سلوك الإمام يحيرنا وبتنا لا نفهمه أبداً. ماذا تقصد؟ لا أدري يا ابن عقيل، لا أدري، لا تسألني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابن عقيل، عندي لك سؤال، هل الإمام يعتزم السفر؟ لا، لست على علم. لقد جاء اليوم إلى داري، أعطاني هذا الكيس وقال عليك بعيادة المرضى في غيابي. أخبريني ماذا قال لكن الإمام؟ لقد جاء لتوديعنا. جاء لتوديعكن؟ السلام على من اتبع. وعليكم السلام يا ابن رسول الله. ماذا؟ أي وصية؟ لقد قال: الطهارة زينة الفقر، وشكران النعمة زينة المقدرة. ماذا قال لك الإمام؟ لقد قال لي: من أكبر العيوب عيب في نفسك وتراه في غيرك. هذا كل ما قاله لي الإمام. وأنت قل لي ماذا قال لك الإمام. دعاني إلى التزام الصمت وقال: لسان العاقل موجود في قلبه، وقلب الجاهل موجود في لسانه. أتسمع ما يقولون؟ ماذا يقصد الإمام بأحاديثه هذه؟ أنا لا أدري، والله لا أعلم شيئا. أقسم إني لم أره على هذه الحال من قبل. يا ابن رسول الله، ادخل يا أبا الصلت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mm.
اجلس. يا ابن رسول الله، هل لي بسؤال لو تكرمت علي؟ أعرف سؤالك، لا تخف، لم يحن الوقت بعد، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سمعت من أبي أن وفاتي ستكون في الغربة، وسأدفن إلى جانب رجل في رقبته دماء الكثير من الأبرياء. وماذا عما نراه في هذه الأيام من لقاءات وتوديع كثير؟ لا تقلق، إن كنت مجبرا على ترك المدينة ستكون أنت أيضا إلى جانبي. طبعا الابتعاد عن المدينة ليس رغبتي، لكن صلاح الإسلام وثبات القرآن والشريعة المحمدية فوق كل الرغبات. عندما أفكر في أمر المسلمين وفي المصيبة التي أنزلوها بأمة رسول الله أزداد يقينا أكثر فأكثر بضرورة التفكير من أجل إيجاد حل، حتى وإن كان ذاك الحل من صنيعة الشياطين وثمنه العذاب والألم والابتعاد عن الأهل والعيال. أبا الصلت، لم تمض 100 سنة على رحيل جدي رسول الله، انظر ماذا حل بأمته. إنني متعجب، لما لا أعجب لأخطاء فرق وما تطرحه من حجج في الدين؟ لا يقتدون بمناهج الرسل ولا يقبلون بنصائح نوابهم، لا يؤمنون بالغيب ولا يتركون العيب، يعملون بالشبهات وينقادون وراء الشهوات، يتنصلون من المشاكل ويتشبثون بآرائهم في تسيير المهمات، وكأن كل واحد منهم إمام نفسه يصدر أحكاماً دون إباء، يتفاخرون بالإثم والطغيان ويتباهون بالمكر والخديعة، يرتدون جبة الإسلام بالمقلوب ولم ينهلوا من فيض كلام الحق. علينا فعل شيء يا أبا الصلت، علينا فعل شيء، علينا أن نتجرع مرارة الغربة ليستقيم إيمان الأمة. قم، حان وقت الصلاة. ابقوا هنا. مرحبا. ألقينا القبض على رجل في الأطراف، يقول إنه مسافر ويتوجه إلى الحجاز، لكنني ارتبت بأمره قليلا. مرة يقول أصبح قريبا من المدينة، ومرة أخرى يتساءل من أي جهة تكون طريق المدينة. وهذه المخطوطات كانت معه، إنها تحوي الكثير من الأرقام، فضلت أن تلقي عليها نظرة بنفسك. إنها مجرد حسابات. أين هو الآن؟ عند الباب. هاتوه إلى هنا. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام علي. قل، ما هو اسمك؟ يزيد بن ساعد. من أين أنت؟ البصرة. البصرة، إلى أين تذهب؟ إلى الحجاز عند مولاي الحاكم،
فأنا كبير خدمه، أتولى حساباته وأحافظ على أمواله وأرزاقه أيضاً. أردت التوجه إلى البصرة، لكنني سمعت أن زيداً أثار فيها القلاقلة، وقد فضل مولاي الحاكم الخروج إلى الحجاز، ولهذا كنت متوجهاً في طريقي إليها. إن كانت حساباتك هذه تشبه إلى حد كبير أقوالك هذه، يجب أن أقول لك يا لسوء حظ مولاك. أنت لست من أهل البصرة، بل من أهل المدينة ومن المقربين للطالبيين، واسمك يجب ألا يكون يزيد بن ساعد، ولست متوجها إلى الحجاز. قل لي بصراحة، من أنت؟ وماذا كنت تفعل في الأطراف؟ وإلا فنحن جميعنا هنا مضطرون لإخلاء الخيمة وتركك مع عيسى الجلودي لوحدكما. أتتكلم أم نخرج؟ حسناً سأتكلم. اسمي هشام بن إبراهيم، مسؤول حسابات أموال علي بن موسى الرضا. قضيت فترة في اليمن، وها أنا ذا عائد إلى المدينة. هكذا أفضل الآن، أظن أنك صادق. كيف عرفت ذلك؟ ما إن رآك حتى ذهل وكأنه رأى ملك الموت يمر أمام عينيه. إذن هو من دون شك من المدينة، ويعرفك حق المعرفة، ويعرف ماضيك بالكامل. وأظن أن هذه الكذبة قد جرت وراءها الكثير الكثير من الأكاذيب. اشرب. سلمت يداك أيها الشاب. حسناً، قلت إنك من المقربين إلى علي بن موسى الرضا، صحيح؟ إنني مسؤول حساباته ولم أكذب في هذا. قل، متى غادرت المدينة؟ قبل عام. من هو أكثر الرجال نفوذاً من بين الذين يحيطون بأبي الحسن وله تأثير كبير على قراره؟ لا أحد، فأبو الحسن هو بنفسه يتخذ القرارات في جميع المسائل. تعني أنه لا يستشير أحداً؟ بالطبع، إنه يستمع إلى الجميع، ولكن ليس لأحد من الناس تأثير خاص عليه. وكيف هي علاقته بإخوته؟ إن كنت تقصد غوغاء منطقة البصرة وبلاد اليمن، يجب أن أقول لك سيدي إن أبا الحسن لا يقبل بمثل هذه الأعمال، وهو يدعو جلساءه إلى تجنب القيام بالاضطرابات. أتدري إلى أين نحن متوجهون؟ كلا. إلى المدينة. خيرا إن شاء الله. خيرا إن شاء الله. نحن مكلفون باصطحاب أبي الحسن معنا لنصل إلى مرو. والآن يا صديقي، أخبرنا كيف علينا أن نتحدث معه لنصل إلى مرادنا. لا فرق في ذلك، إن أراد سيدي أتى معكم، وإن لم يرد فإن كيفية حديثكم معه لا يمكن أن يكون لها أي تأثير على قراره. لو افترضنا أننا قلنا له إن الخليفة قد اختاره وليا للعهد، ألا يؤثر ذلك عليه؟ وليا للعهد؟ هل تمزحون؟ كلا، بل نتكلم بجدية، وأنت أول فرد من أهل المدينة يطلع على هذا الأمر المهم جدا. هدفنا هو اصطحابه معنا بعزة واحترام كولي للعهد بعد الخليفة إلى مارو. قل لي ما رأيك؟ إنه لن يقبل. ما الذي نفعله لكي يقبل؟ أنا أقول لك، أخبره أن في ذلك خير وصلاح المسلمين. وهل يؤثر ذلك؟ إن أردت الحقيقة كلا، لا يمكن أن يؤثر كلامكم به. وإن كان من قبلك هل سيؤثر؟ في هكذا ظروف ليس أمامي إلا تسليم نفسي للقضاء والقدر. حسنا إذن،
أنت حر، اذهب. شكرا لك سيدي، أستودعكم الله. أطلب منك عدم البوح بما دار بيننا هنا لأي كان، وكذلك ألا تكشف عن نوايانا أيضا، نريد أن يسمع الجميع ذلك منا. حاضر. حتى أبي الحسن. كن مطمئنا، أستودعكم الله. في أمان الله يا صديقي، على أمل أن نلتقي في المدينة عما قريب. في أمان الله. أيمكن أن تثق به؟ أنت لا تعرف الطالبيين. فور وصوله إلى المدينة حتما سيطلع أبا الحسن. وما هو الفرق برأيك؟ مسألة لا بد من قولها، لكنه إن كتم وصدق بوعده معنا نكون حقا قد حصلنا على صديق مقرب بين أنصار أبي الحسن. أهذا صحيح؟ لكن يا ابن عقيل، اسمع ما أقوله لك، أنت لا تقدم على شيء. أنا سوف أكلمه نيابة عنك وأستعيد لك حقك المفقود، ما رأيك؟ كما تريد، لا بأس. كن مطمئنا يا أخي. عقيل. هشام. ترى ما بك؟ هل يمكن أن أثق بك؟ أنا لست أفهم. أنت لا تعلم ما حصل، أحمل سراً مهماً إن أطلعتك عليه تصب بالدهشة والذهول، وعدت بعدم البوح به، لكنني لا أستطيع ذلك لأنه يخنقني ويقطع علي أنفاسي ويضغط على صدري ويكاد يوقف قلبي لأنني أحمله في داخلي، يجب البوح به، علي أن أبوح به لأحد. هشام، ماذا جرى؟ هل أنت واع لما تقول؟ لا، لست واعيا وأنا أعلم ذلك، ولست واثقا من أنني لو بحت به ستبقى أنت على وعيك. على أي حال، أتود سماعه أم لا؟ لا، كل ما يمكنه أن يسلب وعيي يستحسن أن يبقى عندك أنت، فهمت؟ لكنني سأخبرك، فلا سبيل آخر أمامي، يجب أن أخبرك. حسنا، قل لي، هل تعرف عيسى الجلودي؟ عيسى الجلودي؟ أجل، ذلك الظالم الجائر؟ أجل، هل سبق لك ورأيته؟ لا، لم أره أبدا، لكنه معروف لدى أهل المدينة هنا. أجل معروف، وبعد ساعات قليلة سيكون هنا في المدينة عندنا. أمتأكد؟ أجل، لقد رأيته بنفسي منذ ساعات وكلمته أيضا. كان وحده؟ كلا، يرافقه خدم وحشم وجيش كبير. ما سبب مجيئه؟ إنه آت لاصطحاب مولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا من المدينة من هنا إلى مرو. يصحبه إلى مرو؟ أجل، قسما إني سمعت ذلك بأذني هاتين. هشام، لما هذا الضحك؟ لا إراديا، غمرني الوجد يا ابن عقيل وأخذ مني مأخذة. غمرك الوجد؟ ألم تقل إنه قادم لاصطحاب علي بن موسى الرضا؟ بلى بلى. ماذا إذن؟ ربما أنت تمازحني. أيها الشاب الأبلة، وهل هو وقت مزاح؟ إن لم تكن تمزح إذن، أخبرني أي حالة أنت فيها وأي كلام هذا الذي تقوله. إن عيسى الجلودي يرافقه شخص أيضا يدعى رجب بن الضحاك، وهما قادمان لاصطحاب مولانا إلى مرو ليكون وليا للعهد بعد الخليفة. ماذا تقصد؟ أقصد ما سمعته الآن، من المقرر أن يكون علي بن موسى ولي عهد عبد الله المأمون. هشام، هل تفهم ما معنى أقوالك؟ أجل، لا، في الواقع أفهم ما أقول، لكنني لا أفهم ما معناه أبدا. إذن لماذا تنطق به؟ أخبرني. لأنها الحقيقة، الحقيقة التي همسوها في أذني وطلبوا مني عدم البوح بها أمام أي أحد كائنا من كان. إذن حاول أن تفي بوعدك ولا تخبر أحداً أبداً، لأنه ربما اعتقدوا أن عناء السفر قد سلب منك بقية عقلك. يا ابن عقيل، أيها الشاب الوقح، بعد ساعات من الآن سترى كل شيء بنفسك وستندم على كل أقوالك.
مرحبا يا هشام، أهلا بك يا أخي. بخير. رأيت هشاما؟ أجل، حالته غريبة، تحدث بكلمات هو نفسه لا يعرف معناها. قل لي، هل تنتظر أحداً؟ لا. ماذا تفعل هنا؟ لا شيء، لا شيء. انظر، إنه هشام، هو ينتظر أحداً أيضاً. يا ابن عقيل، ما الذي يجري هنا؟ ألا تريد أن تتكلم؟ لا، ولكن لماذا؟ لأنه ليس عندي ما أقوله، إما أن تذهبي أو أن تصمتي. حسناً، إن شئت أذهب الآن، وإن شئت أيضاً سوف أبقى، وإن شئت أن أتكلم سأفعل. الآن أريد أن أذهب، وسأذهب من هنا حالاً. عيسى، لك شهرة كبيرة في هذه المدينة، ماذا
قتله الله. أيهم عيسى الجلودي؟ ذلك الذي يضع عصابة سوداء على رأسه. هل كنت في انتظارهم؟ يا ابن عقيل أطلع علي ابن موسى الرضا أن رسل الخليفة المعظم قد جاءوا للقائه جميعاً. أهلاً وسهلاً، تفضلوا تفضلوا، فأبو الحسن في انتظاركم. ألم أقل لك لا تثق به؟ لقد أخبره فور وصوله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تفضلوا. لقد اتفقنا بعدم البوح بشيء. لم أبوح بشيء، أبو الحسن كان يعلم. تفضلوا. ابن عقيل مرحبا. والتقينا ثانية. عمرو، لم أتوقع لقاءك بهذه السرعة أبدا. وفي المدينة أيضا. ها؟ مرحبا. مرحبا. إن كنت تبحثين عن جولناز فهي لم تأتي معي هذه المرة. ولكن كيف اقتنعت؟ لم تقتنع أبدا، إلا أن أبي قد وعدها بأنني سأعود إليها سالما وحيا. يبدو أنها اقتنعت. أجل، فهي مجبرة على أن تقتنع. لو كنت مكانها لما اقتنعت أبدا. لا يمكن لي أن أشك في ذلك الأمر. عمرو، هل قلت أباك؟ أجل، إنه رجاء بن الضحاك، ألم ترى؟ ماذا تريدون منا؟ هيا هيا ارحلوا من هنا. لا نريد هيا 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 لا نريدكم في مدينتنا هذه. هيا انصرفوا، لا نريدكم هنا ابدا. اذهبوا من هنا، اذهبوا، لا علاقة لكم بذلك ابدا. اذهبوا، انصرفوا، ارحلوا، هيا بسرعة، لا نريدكم، ابتعدوا، هيا ترحوا جانبا، هيا اذهبوا، ان الامر لا يعنيكم، هيا ترحوا جانبا. دعوني أتحدث إليهم أولاً. هيا اذهبوا، هيا تراجعوا، اهدأوا، ارحلوا من هنا، اهدأوا، اهدأوا. هيا هيا ارحلوا من هنا. اسمعوني اسمعوني، الكثير منكم يا أهل المدينة قد رآني من قبل وتعرفونني جيدا. لقد قاموا بحمل السيوف، انظر. يخافون هذا الرجل. ومن لم يرني فقد سمع عني. ابقى هنا. إذن ليس ضروريا أن أعرف عن نفسي وأن أعلن أمامكم عن اسمي وكنيتي. حين قدمت عليكم من قبل كنت عدوكم وكنت شاهرا سيفي ضدكم، وأما الآن فأنا صديقكم وها أنا أبتسم لكم.
لقد حمل الناس سيوفهم. دعونا ننهي مهمتنا على أفضل وجه. لا يمكن أن نرحب بك. ما هي مهمتك هنا؟ ماذا تريد من أبي الحسن؟ غادر المدينة حالاً. حلونا ما ندخل بسلام. هيا 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 اهدأوا. اسمعوا جميعاً. اسمعوني. اسمعوا ما سأقوله. إن اسمي هو رجاء بن الضحاك، وأنا الآن ضيفكم. جئت حاملاً سلام وتحيات الخليفة المعظم عبد الله المأمون المفدى لأنصاري وأصحاب علي بن موسى الرضا جميعاً. وهل يحتاج إبلاغ السلام إلى اصطحاب جيش كهذا؟ كذاب! أنت كذب! كذاب! أنت كذب! أنت مخادع! إن مهمة هذا الجيش حماية ولي عهد الخليفة خلال هذه الرحلة الشاقة والخطرة. من هو ولي عهد الخليفة؟ وهل ولي العهد في المدينة؟ هل يعقل ما تقوله؟ لقد قرر الخليفة إعادة الحق إلى أهله الأصليين وتسليم الخلافة من بعده لصاحبها، ولهذا كان اختياره لعلي بن موسى الرضا ولياً للعهد. هل تسمعون هذيانا؟ أترون أيها الناس كم هو ساذج؟ وهل تظن أن علي بن موسى الرضا سيقبل بهذا الاقتراح؟ لا لا يمكن. لا يمكن. نحن لا ندري. بغوغائكم هذه لن تسمحوا لنا بإيصال كتاب الخليفة إليه لمعرفة جوابه عليه. الجواب كلمة واحدة: لا. لا 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 لا. قولوا، هل بلغت الوقاحة بكم حدا يجعلكم تقررون بدلا عن إمامكم؟